كلياتنا عم نشوف شو عم بيصير بفلسطين وكيف هالناس هي عم بتموت، ولحنا لازم نتساءل مين سبب هالضحايا هي كلها. يعني تمنيت لاقي حدا يعفيني من هالمهمة ويحكي الحقيقة بدل ما عم بيتلاعبوا بعواطف الناس ويستنزفوا طاقاتهم ويضيعوا البوصلة يلي مفروض يتبعوها. يعني كل هالفشل يلي عم تعيشه الأمة العربية، ما عاد تتساءلوا بينكم بين أنفسكم إنه شو السبب؟ يعني لسه بتحكوا بالانتصار وبتحكوا بالمعارك وبتحكوا بتحرير فلسطين وبتحكوا بالثورات على أنظمتكم وإلى آخره من أنواع الحروب صغيرة وكبيرة، ودائما عم تفشلوا. وحتى اللي عم يصل ليغير نظام بلده مثلا، كمان بعد منها ما عم بيرتاح، عنده مشاكل وعنده فقر وعنده وعنده. طب ما عم تتساءلوا انه ليش هالفشل هذا المستمر؟ يعني بقضية فلسطين مثلا صار لها اكثر من 70 سنة ولسه فشل ولسه خسارة، بينما اسرائيل عم تكبر وتقوى وتتطور علميا وتتطور اقتصاديا والى اخره. طيب ما عم تسألوا حالكم انه يا ترى لحنا غلطانين مع الله شيء حتى ما عم نستحق هالنصر هاد؟ طب انتو كلفتوا حالكم تبحثوا بالقرآن ولا شو بيقلك الشيخ بتعمل؟ يعني ما بيكفي يكون عندك صدق بتنفيذ الأوامر الإلهية، ما بيكفي، هذا على فرض انه في صدق. يعني نغض النظر عن حقيقة انه 90% منكم على الأقل منافقين، والقرآن عم بيحكي انه الأكثرية فاسقة والأكثرية كذا دائما مذمومة، عدا عن كتير أمور امتحناكم فيها وأثبتوا قديش أنتوا معظمكم أكثر من 90% منافقين مدعي الإسلام. يعني مثلا أنتوا برأيكم ممكن الله ينصركم على أعدائكم وأنتوا قتلة وسفاحين ومجرمين بحق أنفسكم وبحق أولادكم وبحق زوجاتكم وبحق دينكم؟ يعني إسراء غريب، كيف انقتلت إسراء غريب الفلسطينية على أيدي فلسطينيين؟ طيب بقية البنات الفلسطينيات اللي عم يقتلوهن أهلهن، عم يذبحها أبوها أو أخوها إلى آخره، ما بتعرفوا أنه هاي جريمة من أكبر الجرائم يلي تستحقون لعنة الله وغضبه عليكم؟ طيب أنتم ثوريين وعندكم شهامة وعندكم رجولة وعندكم إيمان ما شاء الله، طيب قبل ما تعملوا حرب على إسرائيل يلي هي أقوى منكم بآلاف المرات، مو المنطق بيقول انك انت تعمل ثورة داخلية اول على الملاعين الفلسطينية يلي عم يقتل بنته ويذبح اخته والى اخره، مشان لانه شك فيها، مشان لانه حتى لو شو ما عملت ما بيجوز انك تقتلها؟ هذا الشيء معروف، حتى اسأل الازهار، اسأل اي ناس تزق فيهم انت، فما بالك القرآن بيعتبر هالشيء هذا من اكبر الجرائم. امور بسيطة بظلمك للمرأة اسمها بالقرآن تعدي على حدود الله، وعملنا حلقة عن هالموضوع خاص بالأدلة الدامغة، فما بالك لما تقتلها؟ لأنه أصلا ما بصير تقتلها أنت على أي سبب إلا إذا جاي بدها تقتلك مثلا دفاع عن النفس. أما هالحقارة هي اللي بتعرفوها عن أنفسكم، معظم المسلمين كذابين منافقين. هلأ إذا جاك واحد قال لك أخوك بيقول لك انه تقتل مرته وتقتل ولاده، واخوك عم يحلفك انه لازم تعمل الشيء هذا ضروري، فانت من محبتك باخوك واخلاصك الشديد لاخوك قلت بدي نفذ اوامره بشكل حرفي، فرحت قتلت مرته وقتلت ولاده الى اخره. طيب لما يرجع اخوك من السفر ويقول لك شلون بتقتل مرتي ولادي يا مجرم، بتقول له اقسم بالله انا ما عملت هالشيء الا محبه فيك وبكل إخلاص لتنفيذ أوامرك. طيب ما رح يقلك هو، ما رح يجاوبك إنه يا حمار مو الشطارة إنك تكون مخلص بتنفيذ التعليمات، وإنما لازم قبل ما تنفذ التعليمات بإخلاص لازم تتأكد من نسبة هالمعلومات للجهة التي تنسب إلها. يعني ما بدك تتأكد أول إني أنا قلت هالشي فعلا ولا اللي وصل لك هالكلام كذاب؟ كيف تأكدت انه انا عم بقول لك تقتل مرتي وولادي؟ كيف يعني لقيت في ختم على الرسالة، ختمي توقيعي، شلون تأكدت؟ فما بالك بقصص كبيرة مثل القتل، حتى الختم والتوقيع ما بينفعوا، ما بيكفوا، لانه ممكن يكونوا مزورين. بالقصص الكبيرة ما في شيء اسمه
دليل. بالقصص الكبيرة بده يكون يقين، يقين 100% و5000% و1000000%، بده يكون يقين لا تشوبه شائبة، لا يمكن يكون في احتمال ولا واحد بالمليون يكون عكسه. لأنه قتل، أنت عم تحتقر ربك، عم تحتقر دينك، أنت عم بدك تدعي يوم القيامة إذا قال لك ليش قتلت وليش ساويت، بدك تقول له أنه أنا كنت مخلص يا رب لتطبيق أوامرك. مو أنت قلت لي أنه اليهود هن أحقر الناس؟ مو أنت قلت لي أنه أنا لازم دافع عن أرضي بأي وسيلة كانت؟ مو أنت قلت لي؟ مو أنت قلت لي؟ طيب قل لك وين دليلك؟ تقول لي والله الشيخ قال لي. شي حمار من هالحمير هدول؟ قال لك. ما بده يجاوبك ربك أنه أنت على أساس تركت القرآن ومشيت على كلام الشيخ؟ وبركي طب الشيخ هذا حمار، بركي غبي ورح يفوت على الجنة تبع جنة معينة للأغبياء، يعني بده يعذره ربنا لأنه هو غبي كتير بس مسكين يعني. طب أنت أذكى منه، شلون بتصدقه؟ شلون تمشي وراه بدون دليل؟ يمكن هو يحطه بالجنة تبع الأغبياء يسامحه، لكن أنت على أساس بده يسامحك؟ هداك درس شريعة ووجع راسه ونفترض كان غبي كتير قام فكر أنه هذا هو الدين. أما أنت على أساس؟ أنت شو عذبت حالك؟ شو قدمت لحتى توصل للحقيقة؟ أنت قولا واحدا مشرك، لأنك أشركت بالله هذا الشخص اللي بتسميه عالم. شو بيقول لك بتساوي؟ والقرآن نبه على هالشي هذا وضرب لك مثل بالشرائع الثانية، قال لك أنه كيف في شرائع تانية بيتخذوا علماءهم مراجع، خلاص انه شو بيقول منساوي، لا وبشو كمان، بقتل وبحروب ودماء. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. طيب شو التفسير، حتى التفسير التراثي يلي انت بتآمن فيه، اذا انت ما بتثق بتفسيري هاي التفسير التراثي، مثلا خود التفسير الميسر للدكتور الزحيلي، شو بيقول لك تفسير هالآية هاي؟ اتخذ اليهود والنصارى العلماء والعبادة أربابا يشرعون لهم الأحكام فيلتزمون بها. يعني إذا حتى بالتفسير التراثي معروف أنه كلمة هون أربابا مو يعني قعدوا يسجدوا إلون يعبدوهم، بكفي إنهم ياخذوا الأحكام منهم شو بيقولوا ينفذوا. طب أنت ما درست بالقرآن أنه لازم تعد العدة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ طيب القرآن قال لك أنه إذا كان نيتك طيبة وأنت صادق ودك تدافع عن أرضك مثلا، أنك خلص تروح تحمل حالك وترمي حالك بالموت، وأنت عرفان ومتأكد أنه لما حيردوا عليك لح يقتلوا أضعاف مضاعفة من شعبك أكتر بكتير مما قتلت أنت من شعبه، يعني هل القرآن سمح لك أنه تكون غبي وترمي حالك بشكل عشوائي وقال لك ولا يهمك، مهم أنا بهمني نيتك الطيبة وخلاص ولا يهمك، شو ما عملت شو ما أجرمت شو ما نتج عن تهورك من قتل وإبادات وورطت شعبك معك وورطت المدنيين ما في مشكلة، ليش؟ أنه نيتك طيبة. هيك قال لك القرآن ولا اشترط عليك أنه في عدد معين لا يقل عن هالعدد المقاتلين يكونوا مقارنة بعدد الأعداء؟ بعدين أعطاك شرط أصعب، قال لك لازم يكونوا صابرين، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طب شو يعني صابرين؟ يعني إذا واحد قاعد بأحد السجون وعب يقطعوا له رجليه وهو صبر، طيب هذا صبر بسبب شو؟ بسبب إيمانه العالي. إذا صابرون كناية عن عميق إيمانه، هي مع أنك أنت مظلوم، بس إذا أنت مظلوم وظالمك أقوى منك بكتير، ما قال لك القرآن بتروح ترمي حالك كيف ما كان، اشترط عليك عدد معين ويكون هالعدد كمان عميق الإيمان جدا جدا جدا. أما إذا ما في ناس بهالإيمان العظيم وفي منهم عدد كافي، فساعتها بكل بساطة ترجع للحسابات المادية يلي بتحسبها كل الدول اليوم، بتشوف قديش عندك عدة وسلاح وقديش عندك عدد من الجيش وهل أنت ممكن تغلبهم ولا ما فيك تغلبهم، ترجع للحسابات المادية البحتة. ليش؟ لأنه ما في عدد كافي من المؤمنين الحقيقيين، هذا كله وأنت مظلوم، هذا كله وأنت ملاك عم نفترض، فما بالك وأنت حياتك كلها كفر بكفر بالله. رح أعطيك مثال،
يعني انت كيف بتكذب على الله وبتفتري عليه وبتدعي انه انت من رجال الله؟ كيف؟ طب ما احنا ضربنا مثال صغير دائما انا بعري فيه العرب على حقيقتهم اللي هن دائما قصدي مو الجميع طبعا، لان التعميم جريمه. لما بقول بشكل مجمل قصدي دائما الاغلبيه. فاغلبيه العرب لما بدك تعريهم قدام نفسهم اللي بيدعوا الاسلام وبيدعوا الايمان وهن كذابين منافقين، انت بتعريهم قدام نفسهم بمثال بسيط دائما بكرره، ودائما هن عاجزين عن تجاوز هالامتحان دائما. يعني تصور واحد بيسرب لك أسئلة الامتحان، ومن كتر بالك غبي ومن كتر بالك أنت منافق دائما تعرف شو هو السؤال ودائما بتفشل بالجواب. فدائما بقول لهم إذا القرآن عم بيقول لكم أنه لازم تزوجوا الصالحين ولو كانوا فقراء، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وما قال لك اكتب عليه متقدم ومتأخر للعريس، ومتقدم غير مقبوض مشان تسجنه تاني يوم الزوجة إذا حبيت، وما قال لك اكتب عليه متأخر مشان ما يسترجي طلقها ويضل مرعوب منها كأنه هي رئيسة فرع مخابرات. ما قال لك هالشي كله، عودك على الرقي بس أنت رفضت القرآن. وإجا الأحاديث النبوية قالت لك كمان التمس ولو خاتما من حديد إلى آخره من الكلام يلي معروف وبديهي عنكم. على قد ما هو معروف على قد ما هو بديهي كفركم فيه. ليش لما تجوا للزواج لازم تعملوا عادات وتقاليد وترهقوا العريس؟ وبالنسبة انه اللي بده يجي يحضر العرس لازم يدفع هدايا، هاي بالذات انا سمعتها عن الفلسطينية. من مين؟ من ولاد عمي بفلسطين. لحنا بيت المنير، وبالعامية المنير. لحنا بيت المنير من المدينة المنورة، من أحفاد الرسول، معروف نسبنا بالعالم كله، سأل أي نسابة بالعالم. فبشجرة النسب عنا المخطوطة اللي موقع عليها أختام من نقابات الأشراف ومن النسابين، فمكتوب بهالمخطوطة اللي طولها يمكن حوالي 10 متر إنه بعد ما طلعنا لحنا من المدينة المنورة راح قسم منا على فلسطين الفرع تبعنا لحنا. فأولاد عمنا لحنا موجودين بنابلس، وهن من عائلة المنير الحسيني النابلسي. يعني الكنية تبعنا مركبة. ليش؟ لأنه لحنا الحسيني منسوبين للحسين حفيد النبي، والنابلسي لأنه بنابلس. فهنيك لحنا أولاد عمي بنقابة الأشراف. صحيح أنا ما بعرف أي حدا من هون، وصحيح لحنا الفرع تبعنا بعد ما رجعوا من فلسطين استقروا بالشام من زمان طويل كتير وصار اسمهم شوام أصليين، ف أنا ما بعرف شي عنهم، ولا بنعرف نحكي مثلا مثل لهجتهم أو شي، ما بنعرف شي عنهم أبدا. لكن أولاد عمنا هنيك، يعني أنا ما لي عنصري، أنا بحكي الحق على نفسي وعلى أخي وعلى الدنيا كلها. لكن عندي ابن عم بالقدس بيحكي لي كيف الأعراس عندهم، وبعت لي فيديوهات نشوفها كيف العريس بيحطوا له أموال بينزلوا عليه مصاري على جسمه كأنه رقاصة. وإذا أنت تمت دعوتك للعرس وما لبيت الدعوة مشان ما تدفع مصاري فبيحكوا عليك. فإذا عادات وتقاليد وأصنام وشرك وقتل لبناتهم وقتل لأولادهم، وبعدين بيقلك ليش الله ما عم ينصرنا؟ طيب أنت بتعرف ليش معظم الناس بتعاملهم مع الفلسطينية عم ينزعجوا منهم ويحسوا أنه عم يأذيهم هذا الفلسطيني؟ يعني الفلسطيني بسوريا كتير في ناس من أهل الشام تأذوا من الفلسطيني اللي عايش بالشام. نرجع منقول مو الكل، أكيد في ناس منهم عظيمين جدا وراقيين جدا، إذا بدك قول مثل الملائكة كمان، لكن هدول أقلية. بتعرف ليش معظم الفلسطينية بالشام مشهورين بالسكر والعربدة وبيسبوا الله وإلى آخره من أعمال الزعرنة والانحطاط الأخلاقي؟ تعرف ليش؟ غالبا السبب المنطقي انه من كتر مشايخهم الدجالين يلي قعدوا يوعدوهم انه سينصرنا الله، انتو بس هجموا على اسرائيل والله بيسر امورنا، انتو بس اعملوا كذا وربك بيسر. وهالوعود هاي صار لها اكتر من 70 سنة العمى. لكو ما كان يملوا، لكو بيكذبوا وبيرجعوا بيكذبوا وبيعيدوا الكذبة وما بيملوا وما بييأس، والشعب بيهز براسه وبيصدق، بيرجع وبيكذبوا عليه وبيرجع بيصدق.
المهم النتيجة صار معظم الشعب بالحقيقة كافر بالله. عم بيقول لهم الشيخ انه الله حينصركم، وهن بالحقيقة ما عم بينتصروا، بالعكس من سيء لأسوأ، وإسرائيل من حسن لأحسن. تطور علمي، أفخم المكاتب العلمية بإسرائيل، قمة الإبداعات والتكنولوجيا والطب وإلى آخره بإسرائيل. شوف أنت رواتب الفلسطينيين اللي عايشين في داخل إسرائيل قديش رواتبهم عالية، وشوف المساكين غزة والضفة خاصة غزة كيف عايشين. فطبيعي أنه معظم الفلسطينية اليوم بأعماقهم كفروا بالله. طيب أنتوا بتكرهوا اليهود، طيب ما بدك تتعلم من عدوك النقاط الإيجابية اللي عنده مشان تكتسبها أنت وتتفوق عليه؟ يعني أنت صار لك أكثر من 70 سنة وأنت بتسب اليهود وبتدعي عليهم على المنابر والله بينصرهم عليك. طيب أنت ما كنت تفهم، ما كنت تفهم المعادلة؟ ما بدك تراجع نفسك؟ ما بدك تتأمل وتتدبر قرآنك؟ طب أنت مالك شايف أنه اليهود بيخططوا تخطيط ذكي وبيخطط ل50 سنة لقدام، ل100 سنة بالمستقبل، ل200 سنة بالمستقبل؟ معناتها عم يحترموا قوانين الله بالأرض. في قوانين بدك تحترمها. ربك ما قال لك ارمي حالك من على السطح وأنا بحملك، لأنك لو عملت هيك فأنت ما عم تحترم القوانين الكونية الفيزيائية. فما بالك اليهود معظمهم بيحترموا القوانين الفيزيائية والقوانين التاريخية وعلم الاجتماع وإلى آخره. أنت بتعرف أنه أحد أسباب قوة أمريكا بالعلم وبالاختراعات وبالأسلحة وبالجيش، من أهم أسبابها هو تعاون أمريكا مع إسرائيل، تعاونها بالمجال العلمي والعسكري وإلى آخره. يعني في عندهم عقول أمريكا عم تستفيد منها، عدا العقول اليهودية يلي داخل أمريكا ويلي عم تتحكم بالاقتصاد وإلى آخره. طيب ما بدك تتعلم منهم أنك تخطط لقدام؟ يعني أنت بدك تكون حاطط هالأرجيلة بتمك طول النهار وعم بتضيع وقتك بالسخافات والتفاهات والمشاهدة الأفلام العربية والرقاصات، وتعبي بطنك وتروح على المطاعم وإلى آخره، وتشوف كرة القدم وعك تنساها كرة القدم، شخصيتك كرة القدم بصرمايتك أنك ترمي الطابة يمين ويسار، هاي هي شخصيتك أنت. وبدك بعدين الله ينصرك عليهم، هن يلي عم ياخدوا بالأسباب وياخدوا بمقومات العلم وتطلع روحهم تطلع عيونهم بالدراسات، بدك الله ينصرك عليهم. ربك ما بينصرك إذا أنت ما بتحترم قوانينه. لا، وأحلى شيء كيف بدك تنصر هلأ أنت قضية فلسطين؟ بيروحوا بيطلعوا على التيك توك، بيطلعوا على شيء منصة، بيجمعوا مشاهدات، بيجمعوا مصاري، وبيعتبر حاله عم يدافع عن فلسطين، وهو قاعد وعم يشرب هالشراب اللذيذ والطعام الطيب. على مين عم تضحك انت؟ والمسخرة الأكبر مثلا هون بالدول الأوروبية، مثلا بألمانيا بالنمسا بيعمل مظاهرات قال هو عم يساند الشعب الفلسطيني. فأولا المظاهرات شو بدها تفيد؟ ناس عم تموت تحت القصف وانت راكب على كتاف رفيقك وعم ترقصوا وعم تصرخوا وانه انت رح تحرر فلسطين، انت على مين عم تجذبها انت؟ انت على مين عم تستهبل؟ يعني مو حاجة بقى استهبال؟ كفرتوا الناس بالله، كفرتوا الناس بدينكم، صرتوا مثال الغباء بالعالم. لا، والأحلى عم تعمل مظاهرات ببلد بيمنع هالنوع من المظاهرات، وانت عم تخالف القانون وبدك تعمل مظاهرات إجباري عن الأمن بألمانيا والنمسا كمثال. طيب هن الجماعة عندهم مشكلة مع إسرائيل، يعني عندهم مشكلة مع اليهود. يوم من الأيام حرقوا اليهود وعملوا فيهم شيء مهول، فوت على وثائقي من الوثائقيات وشوف الفيديوهات الأبيض وأسود القديمة وكيف كانوا يشلحوا اليهود عورات. ليش عورات؟ لأنه بدهم ياخذوا كل شيء معهم، لأنه كانوا فقراء بهذاك الوقت ألمانيا والنمسا، خاصة ألمانيا، فبدهم مصاري، فما لقوا غير اليهود قدامهم، صاروا يشلحوهم أسنانهم وشعرهم وتيابهم وبعدين شو يحرقوهم أو يخنقوهم بالغاز إلى آخره. فلما عملوا شيء مهول فيهم وإجا وقت الاعتذار وإجا وقت الندم وخسروا الحرب وصاروا ضعفاء، فمن المنطقي أنه هن يعوضوا هالجرائم اللي عملوها بحق الشعب اليهودي، أنه مثلا يمنعوا أي شخص بيحكي ضد اليهود.
هذا الكلام عم بقول عنه شو؟ منطقي كردة فعل معاكسة، لأنه كل فعل له ردة فعل تعاكسه في الاتجاه وتساويه في الشدة، قانون فيزيائي. فبما أنهم كانوا مجرمين كتير ضد اليهود، ممكن يكون قلبوا بشكل ممكن تعتبره أنت مبالغ فيه، ممكن تعتبره بشكل طبيعي، ما بهم. إحنا مو جايين نحاسبهم، إحنا ما لنا حق نحاسبهم أصلا. بغض النظر تصرفهم دقيق جدا موافق للشرع، لأنهم منعوا الكلام ضد اليهود، ولا مو كتير دقيق، ولا هن أصلا مو مسلمين. المسلمين ما بيتبعوا القرآن، حيتبعوه هن القرآن، ألمانيا والنمسا. لكن أنت فيك تتفهم مبالغتهم إذا بدك بالتخوف من أنه أي كلمة تنحكى ضد اليهود. ممكن عندهم حرية تعبير بكل شيء، إلا أنك تحكي ضد اليهود هي ردة فعل متوقعة، لأنه كل إنسان ببالغ بالعنف يوم الأيام بيصير ببالغ بالمسالمة واللطافة يوم الأيام كردة فعل عكسية. ولذلك أنتوا كلاجئين عم تستفيدوا من هالحالة هي بألمانيا والنمسا أكثر من غيرها، وخاصة ألمانيا. ألمانيا أكثر وحدة مرحبة باللاجئين بالعالم. ليش؟ لأنه كانت ألمانيا من أشرس الناس ضد الآخر، ضد مو بس اللاجئ، ضد حتى ابن بلده إذا كان يهودي ولا إذا كان من عرق معين إلى آخره. فبدأ تعوض، فصار عنده مبالغة. يعني أنا لاجئ وبلاقي أنه طريقة تعامل أنجيلا ميركل مثلا الرئيسة السابقة، اللي هي إنسانة كتير محترمة، لكن تعاملها مع اللاجئين كان مبالغ فيه. يعني ناس قاعدين على القهوة عم يشربوا ويأكلوا وما بدوا يتعلموا لغة ألماني، كتير منهم لا بدوا يتعلم ولا بدوا يدرس ولا بدوا يشتغل، والدولة لا عم تجبروا على الدراسة ولا عم تجبروا على الشغل ولا ولا ولا. هذا الشيء ما بيصير، يعني مبالغة سخافة، لأنه اللي بده يجي يفترض يقدر النعمة. فدائما في مبالغات تكون هي غالبا ناتجة عن مبالغات عكسها بالماضي. فأنت بالعكس، أنت شوف كيف هلأ ما عم تسترجي ألمانيا، تحكي كلمة ضد اليهود وتعز أنت من هالكلام وفهم الدرس، وقول أنا كمان لما بدي أخذ حقي ما بدي أخذه بعنف ومبالغات وطيش حتى ما يوم اندم وعض أصابعي ندم واستغفر كتير وما يكفيني الاستغفار، وإنما صير عندي ردة فعل معاكسة، صير مثلا بدي قبل إيده لعدوي مع أنه ظلمني، لكن لأني أنا كمان ظلمته فصير بدي قبل إيده ليسامحني لأني ظلمته أكثر مما ظلمني مثلا، فأتورط واندم وصير موقفي بشع قدام نفسي وقدام الناس. فأنت تطلع مسؤولة ألمانية تقول للاجئين يلي عم يعملوا مظاهرات مؤيدة لفلسطين، فعم تقلهم أنتوا عم تطلعوا وتخالفوا القانون وتعملوا مشاكل وبلبلة بالبلد، طب أنت عندك هالحماس كله لدرجة أنك عم تخالف القانون؟ لا، أو قانون مين؟ قانون الدولة يلي كبرتك وعلمتك وصرفت عليك وبتحميك، وما بيسترجي مواطن ألماني يأذيك إلا بتاخد لك حقك منه وبتحطه هو بالسجن. طب أنت هاي الدولة هيك تستحق منك؟ فشو بتقول له هاي المسؤولة الألمانية؟ بتقول له إذا عندك هالحماسة كلها وكل هالحماس الرهيب اللي ما عم تقدر تمسك حالك، يعني عندك بركان ما شاء الله، روح على بلدك، روح هنيك قاتل، روح على غزة قاتل هنيك. يعني هاي الجملة المفروض تخليكم تبكوا دم إذا عندكم إحساس، إذا فيكم شرف، إذا أنتوا ناس أسوياء مالكم منافقين كذابين عم بتتاجروا بالقضية تجارة. ما هو في منكم تعود على التجارة، صار له أكثر من 70 سنة عم يتاجر. كيف؟ بتلاقي بالفيديوهات يلي قال بتظهر لك أبطال بفلسطين، يعني شوف كيف بيضحكوا على العالم والعالم حابة تصدق كمان لأمراض نفسية عندها واستحمار للعالم كله. يعني بتلاقي مثلا طلعت طفلة فلسطينية ووقفت بوشه للجندي الإسرائيلي وهو مدجج بالأسلحة من رأسه لرجليه وبتخانقه بتسبه وهو ساكت، قال هاي بطولة، لأنه هو ما حاسب على كلامها ومعه أوامر أنه معلش عطيهم حرية تعبير، فطلع هو الجبان وهي البطلة. يعني أبدا 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 مو هي عرفانة أصلا أنه هو معه تعليمات أنه هيك شغلات ما يعاقب عليها، أنه يمسك أعصابه، أبدا لا، هي مو عرفانة. لك قبل ما تلد هاي الطفلة
لك أبوها بيعرف وأبوها شايف بعينه كيف أنه في تعليمات مع هون الجنود الإسرائيليين أنه لا تعملوا مشاكل إذا هن هاجموكم بحدود معينة ماشي الحال، إذا زودوها أكثر من هيك خدوها على السجن. مجرد أنك أنت تلاقي جندي ما عم يحاكيك وأنت عم تسبه وبتعرفه ما رح يعمل لك شيء، هاي اسمها مسخرة، هاي اسمها، هاي ما اسمها بطولة، اسمها مسخرة واستهبال، وانت بس عم تورجي انه هو عم يسمح لك بحريه التعبير مهما كانت محدوده ومهما كان ظالم لإلك. انا ما عم بنفي انه اسرائيل ما ظلمت الفلسطينيه ابدا، لا انا ابدا ما عم بقول هالكلام، ممكن جدا يكون في ظلم وقع من اسرائيل على الفلسطينيين، لكن انا كلامي كله انه انت كيف بدك تاخذ حقك، باستهبال ولا بالعلم؟ هذا كلامنا فقط. فأنت تعمل مظاهرات وتعمل مشاكل للدولة اللي استضافتك، فأنت إنسان غير سوي، أنت عم تتاجر بالقضية، أنت كذاب، أنت 99% منافق، لأنه لو عندك الحماس كله روح على غزة قاتل، قاعد هون بأوروبا عم تعمل لي مظاهرات، أنت يعني على مين عم تستهبل أنت؟ يعني مفروض أهل غزة هن اللي يسبوك يقولوا لك أنت عم تضحك علينا، خلاص يا سكوت يا تعال قاتل، أما بتروح تعمل لي مظاهرات برا، هذا اللي الله أدرك عليه. لكن التحليل النفسي طبيعي إنه يكون هدول عم يتظاهروا 99% منهم منافقين، طبيعي جدا. يعني كيف الفراغ النفسي عند الشباب اليوم، الفراغ النفسي لضعف علاقته بالله، فشو بيعمل؟ يا بتفرج على فيلم سوبرمان ولا فيلم المقاتلون ولا، يعني بيحس حاله إنه هو بطل. الأفلام معروفة بعلم النفس مهمتها إنه هي تعيشك الحلم اللي انت بتتمناه، فمريض نفسي بيقعد يتفرج على فيلم مشان يريح نفسه، مشان يحس حاله بطل والى اخره، او بيربط حاله بفريق كره قدم بيقول لك انا بشجع فرنسا، انا بشجع المغرب الى اخره، فبيربط شخصيته بالصرمايه تبع مين، بالكندره تبع مين، تبع لاعب كره القدم. طب ليش عم يعمل هيك؟ لانه هو بحس حاله عاجز، فاشل، فاضي، فبده انتصارات غيره هو يعني يكون له علاقة فيها، مشان لما تربح فرنسا مثلا يقول شفتوا كيف الفريق تبعي ما خسر إلى آخر، يعني تبعي يعني عم ينسبها لنفسه، يعني مشان يحس إنه له قيمة بشي شغلة. ونفس الشيء بموضوع المظاهرات، يعني هو بيعرف إنه الجالية العربية بأوروبا زعلانة معظمها على أهل غزة، فشو بيعمل بقى؟ بيعمل حاله إنه هو بطل، يا غزة نحن معك نحن ونحن، فهو شو بقى؟ بينزل على كتاف هذا اللي خلع له كتافه وهو راكب عليه، بينزل على كتافه وبيقعد هيك بيشرب لك هالأرجيلة، وأمه بتشكره، أخته بتشكره، أخوه بيشكره، الكل بيشكره، بيعتبره بطل، وبيعمل منشور على التيك توك وبيجي لايكات وبيجي إلى آخره، بيفتح بس مباشر وبيجي مصاري. فهو إذا بتفيده كتير الحركة هاي، هاللعبة هاي بتفيده كتير، لأنه منافق غالبا. هلأ في من بينات هالمتظاهرين أو يلي متعاطفين وعب يأذوا حالهم ويتهوروا ويرموا نفسهم بالمهالك، في 1% يمكن منهم مفكرين أنه واجبه الديني يعمل هيك، فهدول أنا اللي بيزعلوني، هدول أنا اللي بهتم بأمرهم، مشان هيك عملت لهم هالفيديو. أما ما بيهمني المنافقين أصلا، ما بيهموني. فهدول 1% فكر واجبه الديني، قال ليش؟ لأنه المسجد الأقصى مكان مقدس. طب حبيبي انت وين لقيت بالقرآن انه هذا هو المسجد الاقصى؟ هاي واحد. اثنين، على فرض انه هذا هو المسجد الاقصى، مين قال لك انه الكعبة نفسها اهم منك انت؟ لك مو في حديث، مو انتو بتأمنوا بالاحاديث؟ مو في حديث بيقول لك انه اذا بتنهدم الكعبة حجر حجر ولا انه تراق نقطة دم لمؤمن واحد؟ من آذى مسلما بغير حق فكأنما هدم بيت الله. والنبي شو قال للكعبة؟ لقد شرفك الله وكرمك وعظمك، والمؤمن أعظم حرمة منك، قدر المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. يعني أنا عبجيب من عندي لك، مو أنت بتعمل بالأحاديث؟ شلون معناتها ممكن أنت تتهور كرمال الكعبة؟ يعني الكعبة لو الله بده يحميها ما بيحميها؟ مو انتو عم بتقولوا بالتاريخ تبعكم انه لما اجا واحد بده يهد الكعبة فربنا بعت عليهم مين؟ دمرهم ودمر الفيلة ودمر الكل، مو هيك عم بتقولوا؟ معناتها الاماكن المقدسة بتنحمى لوحدها،
انا ما عم بحكي رايي انا هلا، انا عم باخذ من كلامكم انتم لورجيكم كيف متناقضين وفهمانين الله وين حاططكم. اذا كانت المقدسات تحمى بذاتها، فانت ليش عم تروح تموت حالك وتاذي حالك كرمال الكعبه؟ انا عم بقول لك الكعبه مشان ما تقول لي المسجد الاقصى. يعني اذا الكعبه هيك فما بالك المسجد الاقصى، مين اهم، كعبه ولا المسجد الاقصى؟ هذا اذا اعتبرنا المسجد الاقصى مقدس. يعني اذا الكعبه المقدسه عم بتقول انت انه ربنا بيحميها لوحده، فليش انت عم ترمي نفسك بالتهلكه؟ طيب اذا اجينا بقى للشيء اللي بيناقض هالكلام، بيناقض هالفكره، ما انت كتبك محشيه بالتناقضات، وشو بيقول لك الشيخ بتمشي، والشيخ نفسه اليوم بيفتي لك الفتوى واليوم بيفتي لك فتوى عكسها، ضايعه الطاسه، ما عندكم مشكله. طيب انت بتاريخك نفسه بتقول انه الكعبه بزمن بني اميه انحرقت وضربوها بالمنجنيق والى اخره، وحتى بتقولوا انه لليوم مسروق جزء كبير من الحجر الاسود ومحطوط بايران، وبتقولوا انه اجت على الكعبه كوارث طبيعيه من عند الله. يعني تصور انه ربك عم يبعث كارثه طبيعيه على المكان المقدس تبعه، ما في مشكله، لانه قداسه المكان هو مو مثل ما انت مفكره. قداسة المكان لا يعني انه انت تموت حالك بشكل غبي مشانه، لا، الكعبة هي اصلا لحنا ما بنعبد حجر. انت بتعبد حجر ولا مشرك انت معناتها؟ الكعبة هي رمز، الكعبة والحج والعمرة هن رمز لقوة المسلمين. لما بترجع للحلقات يلي عندي على القناة يلي جبنا فيها أدلة كتيرة من القرآن بشكل دقيق جدا ما حدا قدر يجيبه قبل هالمرة، هالأدلة هاي حكينا انه بنفهم منها بكل وضوح الحج هو بدرجة أساسية مشان انت تستفيد اقتصاديا، انت مو الله، انت تستفيد اقتصاديا، مو دينيا، اقتصاديا. فالحج بيكون مؤتمر عالمي للتجارة وتبادل الثقافة والمعلومات والتجارة، ويشوفوا بعضهم مثلا، ممكن يتعارفوا، ممكن يشوف يتزوج، ممكن يخطب، مؤتمر عالمي مخيف رائع كله انفتاح. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا ليشهدوا منافع لهم. إذا أول هدف هو المنافع، أنك تروح الحج لتنتفع. وبعد ما يتعدد لك الآيات عدة فوائد وعدة أهداف للحج، بيجي الهدف الأخير يلي أنت مفكره أهم شيء. شو هو الهدف الأخير؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف هو آخر هدف، الناحية الدينية هي آخر هدف. لو تطبق هذا الشيء اليوم فعلا مثل ما بيقول القرآن، للناس أسلمت بس من عظمة ورقي المشهد والفكرة والانفتاح الفكري عند المسلمين على الشعوب. إذا هو مؤتمر، فأنت إمتى بتعمل الحج؟ لما بتكون أنت أمورك الاقتصادية جيدة وما في عندك ناس جوعانة ببلدك، أنت بدال ما تطعميها رايح تصرف على الحج، مثل ما بيصير هلأ تروح تدفع الحكومة السعودية مصاري مشان ترضى تفوتك على الكعبة، كأن الكعبة ملك أبوهم وهن بقى بيسمحوا لك تفوت ولا ما تفوت. يعني عاملين تجارة، عم يتاجروا بالأماكن المقدسة، بينما كان الدخول للكعبة مجاني بعهد الرسول. انت بتروح بتدفع لهم مصاري وبتموت الناس الجوعانين يلي ببلدك؟ انت في براسك عقل؟ فالحج بيكون لما تكون انت اقتصاديا جيد، امورك السياسية مستقرة الى اخره، فبتروح انت بتحط اللمسة الاخيرة على انجازاتك العظيمة بهالحياة، اللمسة الاخيرة بتروح تعمل، بتشارك بهالمؤتمر العالمي الاقتصادي بالدرجة الاولى، وبتختم المؤتمر بالطواف. هاي هي القصة. فانت اذا علاقتك مع الكعبة، الكعبة رمز، مو انت تموت حالك كرمالها. اذا الله بعت عليها كوارث طبيعية اكثر من مرة
مشان يفهمك انه مو هي الغالية، مو هي اغلى منك. انت يراق نقطة دم منك، هاي شغلة كبيرة عند الله. اما هديك حجر، هديك مجرد رمز. فاذا كانت الكعبة هيك، فبتيجي بتقلي مسجد الاقصى؟ هلأ الكعبة محتلة، يعني هلأ انا بقلك روح والله قاتل الحكومة السعودية لانها محتلة الكعبة؟ لا. ليش؟ لأسباب كتير. لأنك أنت مو مؤهل لتنتصر، أنت مو مؤهل لتكون سعيد أصلا. ليش؟ لأنه أنت أصلا مالك مؤمن، كذاب منافق. أنت لو مؤمن ما بتجرؤ تحمل سلاح إلا لتتأكد 100% بأنك على حق. ولا يمكن تتأكد 100% حتى تبحث بكل آيات القرآن وتدرسها وتتدبرها. لك على الأقل تكلف حالك يا منافق يا تاجر، تكلف حالك تشوف هالحلقات يلي تعبنا فيها وطلعت عيوننا بدراستها لحتى ما نغلط فيها ولحتى يكون تفسيرنا بيرضي ربنا سبحانه. فروح كلف حالك، إذا أنت ما فيك تتدبر لك روح شوف اللي احنا اللي تدبرنا وطلعت عيوننا بالتدبر. لك شوف هالأدلة، قارنها بالأدلة تبع مشايخك التجار الكذابين. إذا لقيت أدلتهم أقوى حلال عليك، إذا ما لقيتها أقوى ولا يمكن تلاقيها أقوى، فأنت على أي أساس عم تروح ترمي نفسك وتحمل سلاح وتقتل ناس؟ يعني هدول الناس عم تقتلهم بركي معهم وجهة نظر، بركي هن معهم شيء من الحق. إذا ما درست أمورك 100% ما بيجوز. حتى لو أنت ما عرفت احترت أدلة تبعي أنا أقوى ولا أدلة مشايخك ولا، مجرد الشك ما خلص ما بصير، لازم تعتزل القتال. مو بكتبك أنت، بتاريخك أنت اللي بتآمن فيه. مو كتير من الصحابة اعتزلوا المعركة، اعتزلوا الحرب. كم صحابي مو تابعي، صحابة ومن أشهر الصحابة اعتزلوا الحرب، قالوا هاي فتنة، نحن ما عرفانين مع مين الحق. إذا مجرد إنه شك اعتزل، ما حدا قال له إنه أنت مرة لأنك ما حاربت، أنت جبان، أنت مدري شو، ما حدا قال له. صحابي كبير هو صار عنده شك. إذا صار عندك شك ما بيجوز تحمل حجر تضرب فيه حدا، ما بيجوز تأذي حدا، بركي انت ظالم له. طيب انت ليش ما بتطبق تاريخك؟ ليش عم تفرض على الله؟ بدك تفرض على الله وجهة نظرك انت على كيفك، وبدك الله ينصرك اجباري. دعما قديشك انت مجرم، قديشك كذاب منافق. فحاجة تلعبوا بعواطف الناس، حاجة تضحكوا على العالم. طيب انت حماس، يعني مو معروفة حماس انه تاخد تعليماتها من ايران؟ حماس مين بيدعمها؟ حماس هيك رح تطلع من راسها تقول انا هلا بدي اضرب اسرائيل؟ ليش بهالتوقيت هاد؟ امتى بكون تفهموا شوية سياسة يلي ولد صغير بيعرفها؟ يعني مو مبينة انه هذا اشارة من دول كبرى عطت اشارة ضوء اخضر لحماس؟ ومو مبين معكم انه لما دول كبرى بتعطي اشارة لمجموعة صغيرة مثل حماس، مو معناتها هاد انه في مؤامرة مدروسة حتصير؟ يعني لما ب 11 الشهر التاسع لما طيارة ضربت البرج التجاري تبع أمريكا، انتو شو نظرتوا لها؟ انه يا سلام نصر للإسلام. ليش؟ انه ما في عقل، لانه ما في خوف من الله، لانه بتحبوا تعملوا نفاق ودعاية ولعب بالألفاظ مشان مكانتكم الاجتماعية. طيب انتو اعتبرتوها نصر للإسلام من هداك اليوم لليوم، وأمريكا عم تستثمر بهديك الحادثة، حادثة واحدة. أمريكا صارت بدها تدخل على العراق، صارت بدها تعمل بدها تعمل بدها تعمل إلى آخره اللي بتعرفوه بحجة هديك الضربة. طيب وشو عرفك إنه يكون العملة اللي عملتها حماس هلا بضوء أخضر من دولة كبرى اتضحكت على حماس، أو حماس منافقة كمان عرفان اللعبة، خلينا نحسن الظن نقول إنه اتضحكت على حماس، فاستغلتها حماس كمان، لأنه حماس مسيطرة على غزة بحجة شو؟ وبحجة إنه هي مقاتلة. طب صار لها زمان ما قاتلت، بتنخفض شعبيتها بعدين، لازم تعمل لها شيء قصة كمان حتى الشعب تبعها يعني يحبها ويآمن بضرورة أن تكون هي القائدة في المنطقة. الله أعلم. طب أنت عارفان شو رح يصير بعد هالضربة اللي ضربتها لإسرائيل؟ عارفان أنت قديش رح تستثمر إسرائيل بهالضربة؟ بغض النظر يا ترى إسرائيل أصلا متفقة مع الدول الكبرى على هاللعبة ولا مو متفقة ولا فعلا تفاجأت، بس أنت لما بتكون أنت حجمك صغير وبتجي بتعلق مع دولة نووية، يعني إذا بترمي عليك قنبلة صغيرة نووية تمسحك أنت وشعبك من الخارطة.
فانت لما تستهبل وبتعلق مع دوله ضخمه، فانت يعني مالك عارفان، مالك متوقع، هل انت غبي لهالدرجه؟ يعني انت بدك تصدر للعالم كله صوره المؤمن الغبي، ان المؤمن هو غبي دائما ودائما بيورط حاله بشيء وبيتاذى وبيفشل وبيندم. نعم، يعني كم مره بدكم تعيدوا نفس المسرحيه، نفس الاستهبال؟ ولقيمت هالشعب المنافق كمان، يلي معظم العرب منافقين، كمان بيعرفوا الكذبة وبيعدوا بيطبلوا بيزمروا، يا سلام ولحنا مع غزة ولحنا مع غزة. طب انت يعني ليش ما رحت على غزة حاربت فيها؟ طب انت اللي عم بتقول انك مع غزة، ما لك شايف اعمى؟ يعني انت ما لك شايف انه كل مرة المسرحية نفسها كل ما بتعمل شي حماس بنقلب لعنة على اهل غزة؟ طب انت يا حماس تحلف بالله انك استشرت كل اهل غزة قبل ما تقوم بالعملية هاي؟ انا في ناس بيراسلوني من اهل غزة، من طلاب القناة، بيقول لي انا كرهان عيشتي بغزة ومتمني اخلص منها ومتمني روح على بلد اوروبي والى اخره. يعني هذا الشخص ما دخله بالحرب ولا بده حرب، بده الزلمة يدرس، بده جامعته، بده حياته، بده يتزوج الى اخره. يعني مو كل اهل غزة مع حماس، مو كل اهل غزة رضيانين بافعالها. فلو كنتي انت يا حماس بتخافي الله، كان المفروض انك تستشيري كل شخص بغزة، ومع ذلك حتى لو استشرتيهم ما بكفي شرعا، لانه في اطفال، دول الاطفال كيف بدك تستشيرهم؟ فموضوع كله غلط، انت صغير عم بتقاتل عملاق كبير. طيب هلا منقول انه انت مظلوم، انظلمت بجانب ما، من ناحية معينة ظلمت، برجع بقلك انا ما عم بنفي انك مظلوم، لانه كلامي مو بس الك انت بغزة، كلامي إلك ولكل الناس المسلمين يلي هن على وشك يتورطوا كمان بحروب من نوع تاني. يا أما المغرب بده يتحاربوا مع الجزائر لا سمح الله، يا أما في دولة عربية معينة بده الشعب يسقط الحكومة لأنه مو عاجبته، وهكذا أنواع وأشكال من الحروب يلي على وشك تصير. فأنا عم بقلك أنت هلأ حاليا غير مؤهل للنصر، فلا تورط حالك وتورط أهلك وتظهر قدام البشرية بالغبي يلي بيعيد نفس الغلط وبيرجع بيفشل. فحاجة تكفر الناس بالله، حاجة تاخد وبالهم وسيئاتهم كلهم برقبتك، لأنك أنت غير مؤهل، ممكن تفوت بهالدوامة هاي وتنقتل وتروح على جنة. ليش؟ لأنك عم تستهبل، لأنك عم تسمع كلمة شيخ، مو عم تجي تفهم القرآن بالضبط شو بده منك. يعني أنت شخص عايش ببيئة حقيرة، إما أنت الحقير يلي عم تقتل بنتك أو أختك أو أي امرأة بحجة الشرف، أو أنت حقير لأنك سمعت جارك مبارح قتل بنته بحجة الشرف وهالأمور القذرة هاي، وسلمت عليه تاني يوم مرحبا أبو فلان، واشتريت من محله وبعته بضاعة من محلك وعشت معه عادي كأنه ما في شيء، بينما هو قاتل مجرم. بعدين قاتل عن قاتل بيفرق، لك هذا عم يقتل بنته، لك هذا عم يقتل إنسانة ضعيفة، لك هذا أحقر من الحقارة، لك هذا اللي بيسمع بقصته بيكفر فورا بدينك. فأنت لو فيك حمية يا كذاب يا منافق، لو فيك حمية غيران على دينك بتروح بتحاسب هاد أول شيء. يعني مو عم بقول لك روح اقتله، بدك ترفع أمره للقضاء، بس إذا القضاء لين، إنه بالدول العربية أغلبها لين القضاء مع الأب لما بيقتل بنته، إذا القضاء لين فعلى الأقل أنت ما بصير تروح تقتله كمان أنت لهذا المجرم، على الأقل اجتمعوا وعي منطقتك واكتبوا عريضة، وقعوا، اعملوا أي شيء بحيث تضغطوا على القضاء، القانون يعرف إنه الشعب بده قانون يقتل القاتل عن طريق القضاء، إذا مثلا واحد قتل أخته كمثال، فلازم يكونوا عبرة. أما أنت تارك القضاء ولا بهمك تصلحه وما عندك أي مشكلة تسلم على هذا الملعون الشيطان تاني يوم، لك أنت أحقر من الحقارة وبدك الله ينصرك، لك أنت مظلوم ممكن، لكن أنت لا تستحق أنه يرتفع عنك الظلم لأنك أحقر من الحقارة، لأنك إلك وجهين منافق، بتحكي بالدين وما بتطبقه، بتحكي بالدين وبتعمل عكسه. انت بالنسبة إلنا لحنا يلي نتمنى نكون متدينين حقيقيين، انت بالنسبة إلنا أكبر عدو، لأنك عم تشوه صورة الله يلي احنا بنعبده ومنحبه، لأنه أفعالك عم تخرب علينا الدعوة إلى الله بأوروبا. لما لحنا عم ندعي هالناس للإسلام ما عم بيقدروا يفهموا كلامنا الدقيق والموزون، عم يربطوه بالصورة تبعكم، عم يقولوا طب كيف عم تحكي انت هيك وكيف التطبيق عنكم هيك، بدنا نقعد نتبرأ منكم ونسبكم ونلعنكم حتى يقدر يفهم علينا هذا الملحد الأوروبي ويقول انتو غير، يعني غير هالملاعين هدول. يعني لأيمتى بدك تضل انت لعنة على الإسلام؟ لأيمتى؟ من الأسباب كمان اللي بتخليك ان انت لا تستحق النصر انك انت عم تظلم عدوك. اقسم بالله من انا كنت صغير كنت لما روح
لحاسب واحد أضعف مني بالبنية، أضعف مني بالقوة، لما روح بدي حاسبه، بدي عاقبه إنه ليش مثلا ظلم فلان، أول شيء أعمله أعطيه حقه. أقسم بالله خاف أنا من إنه أسمى جبار في الأرض مثلا، خاف إني أظلمه فالله يمعسني، كنت خاف. فأول شيء أفهم القصة، الحق على مين؟ إذا كان عدوي في إله حق، أول شيء أعطيه حقه، قل له أنت بهالنقطة وهالنقطة هي لا ما معك حق، لكن بهالنقطة فعلا معك حق، وأنا بعتذر منك نيابة عنه وإلى آخره، بطيب خاطره، بروح المشكلة. مشان شو؟ لأني خايف منه أنا، والله بيكون أضعف مني بكتير، لكن خايف من الله. إذا شو بساوي؟ أول شيء بعطيه حقه. هلأ إذا بعد ما عطيته حقه واعتذرنا منه بالنسبة للنقطة المعينة، لساته مصر على ظلمه، لساته مصر على الطغيان، ساعتها بمشي معه بالتدريج، لو استحق الأمر أني أضربه بضربه وأنا مرتاح، بوقفه عند حده وأنا مرتاح، شو ما ساويت وشو ما نتج على الموضوع ما عاد خاف، لأنه بدي شيل ظلم عن إنسان تاني، ما بدي لا أظلم هاد ولا أظلم هاد. لكن بشكل عام دائما لما هو يشوفني انه انا صاحب حق، يعني بمعنى اني بعطيه حقه، فيخجل، هو يخجل يلاقي واحد اقوى منه وعم بيعطيه حقه، يخجل، خلاص تنتهى القصه كلها، ويحترمني من ناحيه ويوقف ظلمه عن هالضعيف اللي كان عم يظلمه نهائيا، تنتهى القصه بكل رقي، وما اضطر استخدم قوتي نهائيا. فما بالك اذا كان بقى هو اقوى مني؟ فأنت إسرائيل ولا الأنظمة الحاكمة اللي عم تحكم بعضكم وأنتوا بتكون تسقطوا هالأنظمة هي، لح نفترض إنه هالأنظمة هي أضعف منكم مو أقوى، وإسرائيل أضعف منكم، أضعف هيك حنعتبر، لازم تعطيها حقها حتى ربك ينصرك عليها، مو تكون أنت ظالم. يعني بمعنى أحد الشغلات، أنت ما بيصير تقول أنا برفض إنه يحكمني يهودي، أنا برفض إنه يهودي يدخل مسجد الأقصى لأنه عم يدنس المسجد الأقصى. شو هالكلام هذا؟ هذا جريمة، هذا كفر. وين بالقرآن موجود هالكلام؟ القرآن فرق تماما بين أهل الكتاب وبين المشركين. ارجع اقرأ كتابك. معقولة أنت بعد ما أسلمت بدك تمنع اليهودي والمسيحي أنه يزور الكعبة، مع أن الكعبة من أيام إبراهيم؟ طب ما هن بيأمنوا بإبراهيم، يخرب بيتك. يعني أنت قديشك كافر وملعون وغبي وعنصري، وبدك الله يوفقك. الكعبة عم تمنعها عن اليهودي والمسيحي مع أنه بيأمنوا بإبراهيم وبيأمنوا بالله، على أي أساس؟ لا، وبدك تمنع المسجد الأقصى كمان، وبدك تمنع وبدك تمنع وبدك يعني أنت الأماكن المقدسة عند اليهود والمسيحية بدك تسيطر على كل أماكن مقدسة، لأنه ما حدا بيعرف الله غيرك، بس أنت نازل عند الله. يعني أنت بتعيب على اليهود انه بعضهم مفكر حاله شعب الله المختار، وانت عم تعمل ألعن من هيك. يعني انت كل تفكيرك عنصري، كل تفكيرك اناني. شوف يا اذا دخل يهودي بادبه، طلع بادبه، ودخل مسلم بادبه، وين المشكله؟ قال عملوا انتفاضه لانه زار يهودي من اسرائيل مسجد الاقصى فدنسه فوسخه. طب وبعد الانتفاضه طلع شو صار؟ انت اللي انزليت لانك كذاب منافق. يعني انت قبل ما تنتفض انه لقد دنس المسجد الاقصى، ليش ما انتفضت حضرتك لما البنت الفلانية عم تنقتل، عم بيقتل ابوها ويقتل اخوها والى اخرهم الظلم، ليش ما انتفضت عليهم؟ وليش ما انتفضت ضد الاعراف والتقاليد الملعونة الكافرة بكتاب الله اللي بتمارسوها انتو؟ تعملوا اعراس غالية جدا باهظة، خاصة الفلسطينية اللي عايشين داخل اسرائيل، وهن اعداد كبيرة جدا، الاكثرية جواتها، ورواتبهم عالية كتير، وعم يصرفوا من هالنعم. طب انت كيف الك نفس يا منافق يا كذاب انك تصرف مبالغ على عرسك مشان ترضي العرف الاجتماعي، واخوانك بغزة عم يموتوا بدهم ياكلوا؟ قديشك منافق كذاب انت؟ لك اذا انتو الفلسطينية على بعضكم ما لكم حناين، ما بتحبوا بعض، لك مين بده يحبكم؟ يلي عايش بغزة. انت ليش العرف الاجتماعي عندك يا ضروري؟ مهما خالف كتاب الله ما بيهمك، بيهمك المجتمع. المجتمع يقول عنك انه انت صاحب دين، المجتمع يقول عنك انك انسان وطني عظيم. اما اذا تعارض مع كتاب الله ما بيهمك. لو بيهمك الله انت كنت دققت ودرست كتابك، مو تسمع حماس شو عم تعطيك فتاوى، ولا هالمجنون هذا شو عم يعطيك فتاوى، انت كذاب. فاول شغله بدك تنصف عدوك منك لحتى ربك ينصرك عليه. أول شغلة ما بصير تقول كلمة يهود، بتقول مثلا الصهاينة، الصهاينة يلي ظلموني، ممكن. أما تقول يهود معناتها عم بتعمم عن كل يهود بالأرض، لك يخرب بيتك شو نكار، لك مو في يهود بتعرفوهم أنتو، هدول يمكن اسمهم السامرائية.
يعني ما شفت قديش معاملته الراقية، وهن ضد إسرائيل ومحترمين يلي بيعتبروا التوراة تبعهم غير التوراة. طب ما شفت اليهود يلي بعضهم بأمريكا يلي بيعتبروا قيام دولة إسرائيل جريمة ضد الله؟ ما شفتهم؟ الدنيا كلها شافتهم إلا أنت أعمى. ليش لساتك بتقول اللهم انصرنا على اليهود؟ ليش بتقول يا رب دمر اليهود؟ ليش بتقول كلمة يهود؟ في يهود أحسن مني ومنك بأخلاقهم. القرآن عم بيقول لك، القرآن عم بيقول لك إنه في ناس من أهل الكتاب عم بيقول لك إنه أمناء جدا، إذا بتعطيهم مبالغ رهيبة من المال بتقولن هاي أمانة، بيحفظوا لك الأمانة وبيرجعوا لك إياها ما بتنقص شيء. ليش؟ بيخافوا الله. وفي منهم عم بيقول لك إنه لا بياكلوا عليك الأمانة. في هيك وفي هيك. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فأنت كيف بتعمم يا مجرم يا كافر بكتاب ربك؟ كلمة يهود ما بيصير تجيبها على لسانك إلا بالخير. والمسيحية طبعا ما بيصير تعادي أي أحد أصلا لاختلافك معه بالفكر. لكن يلي أخذ أرضك أنت، إذا أخوك أخذ أرضك بحق لك أنت تدافع عن نفسك إذا أخوك. بس ما بتقول اليهودي المسيحي الدرزي العلوي، الكلمات كلها هي جريمة. أنت بتقول هالجماعة هي أخذت أرضي فهم ظالمين لي، يا رب مثلا خد لي حقي منهم. ممكن، بس أنت عنصري بتشمئز من اليهودي كأنه حشرة وبتقول ما بدي يهودي يحكمنا. وبيجي كمان واحد بيقول لك بسوريا بيقول لك أنا ما برضى كردي يحكمنا، ما برضى علوي يحكمنا، ما برضى ما برضى. يعني أنتوا مجانين شي؟ أنتوا كفار بكتاب الله؟ وين هالحكي بكتاب الله؟ رئيس الدولة هو عبارة عن موظف عندك، موظف عند الشعب. أنت مو جايبه لتتزوجه، أنت جايبه لحتى يدير الاقتصاد، لحتى يمسك الأمن. كموظف هو خادم للشعب، ما بيهمك دينه يكون بيعبد العفاريت، ما بيهمك دينه، بيهمك هالموظف هاد شو عم يقدم لك خدمة. فشو بدك فيه إذا كان كردي ولا علوي ولا يهودي ولا؟ ليش بتطلع حالك دائما قدام أهل الأرض كلهم على أنك غبي؟ ليش؟ النقطة الثانية، أنت بكتبك الفقهية شبه إجماع على أنه يجب على الدولة الإسلامية أنه تروح تفتح بلدان تانية وتجبر أهلها على الإسلام. طب أنت هذا الفقه الملعون يلي بكتبك يلي أنت أحيانا بتعرفه وأحيانا ما بتعرفه لأنه أصلا دينك ما بتعرفه أنت، بس بتهز براسك وبتقول آمين شو بيقول الخطيب والإمام. طيب ما بدك تقارن هالفقه الملعون هذا اللي بكتبك اللي بتدرس بالأزهر واللي بتدرس كليات الشريعة، ما بدك تقارنه بالقرآن وتشوف كيف انه يعارض القرآن تماما ويكفر بالقرآن هذا الفقه؟ يعني آيات كتيرة حكينا عنها بحلقات سابقة تفصيلية، منها مثلا لا إكراه في الدين إلى آخره من الآيات والأدلة مثل المطر. فكيف أنت تؤمن بفقه وهالفقه هاد فيه إجبار الناس على الإسلام، وبنفس الوقت أنت تقول يا رب هدول اليهود حكمونا وعم يجبرونا إجبار على أنه نكون لحنا مواطنين بدولتهم، يا رب خلصنا منهم، لحنا ما بدنا حدا يحكمنا، لحنا ما بدنا حدا يجبرنا. لك ما أنت فقهك فقهك هو كله هيك. يعني إذا واحد استلم بالقوة بكتب الفقه عندك مكتوب أنه يجوز يستلم الحكم بالقوة، وبيضربوا عليها مثال بكتبك الفقهية معاوية انه استلم الحكم بالقوة وقال للناس انه فيكم ناس مرضيانين فيني انا راح احكمكم بالقوة غصبا عنكم، فاعتبروا انه وضع شرعي الفقهاء. فانت اذا لما بتكون بدولة عربية والحاكم يلي وصل للسلطة بدولتك وصل من خلال القوة مو من خلال انتخابات، فهذا وضع غير مثالي وغير جيد. لكن انت اذا كان هذا يلي استلم بالقوة عم بيحكم فيك بالعدل، عم بيأمن لك حياة كريمة الى اخره، فانت بهالتوقيت هاد بضعفك الايماني وبضعفك بالعدة والعداد والى اخره، انت ما مؤهل انك تنقلب على السلطة لمجرد انه هي اتت بالقوة. لسه عندك مراحل كتير قبل انت لتصلحها بنفسك لتستحق انه ربنا ينصرك على تغيير حاكم لمجرد انه هالحاكم هاد اجى بالقوة بس عم بيحكم بالعدل. هذا الشيء انت بكير عليك كتير انك تزعل من هالشيء هاد. انت خليك احكي هلأ بانه في اكل ولا ما في اكل، في امان ببلدك ولا ما في امان، وهيك شغلات.
لسه بكير انت بدك تصير ايمانك عالي وتنشر الوعي والايمان ببلدك والى اخره لتصير عندكم عدد يوافق العدد يلي طلب القرآن. وهذا الكلام بينطبق على كل الطوائف الإسلامية، لكن أكتر شيء بحاجة لهالكلام هن مين؟ عائلتي اللي أنا بجي منها، العائلة السنية، أهل السنة. صحيح أنا تخليت عن أهل السنة وبتبع القرآن فقط وأكفر بكل مذهب، لأن القرآن بيعتبر المذاهب شرك بالله بكل وضوح. لكن ليش أنا بقول أنه أهل السنة هنا أحوج شيء؟ هذا شيء مبرر وطبيعي ومنطقي، لأنه أهل السنة هن الأكترية، والأكترية بتجي من مداهنتها للحاكم. يعني أهل السنة تاريخيا كانوا مع الحاكم، كانوا مع السلطة. مين كان يعمل مشاكل ضد السلطة؟ الشيعة مثلا بدهم يستلموا الحكم يعطوه لأهل البيت إلى آخره. أما أهل السنة يلي بتزوج أمي بسمي عمي. فأهل السنة كانوا عايشين بأمان أكتر، الشيعة كانوا يتقتلوا أكتر، والشيعة انقسمت لمذاهب وإلى آخره. المهم أهل السنة محبة فيهم هن أحوج لهالكلام هذا، لأن الأكثرية بظنوا نفسهم على حق لأنه الأكثرية، بينما الواقع بيقول العكس تماما. الأكثرية القطيع هو قطيع الغنم، الأكثرية يلي بداهن للسلطة، يلي بيريح راسه، يلي إلى آخره. هدول الأكثرية، هدول اللي بينجوا من القتل غالبا. فأنت لأنك من أهل السنة لازم تخاف من الله أكثر، لازم تخاف أنه تكون تنظر باحتقار للأقلية، لأني أنا احتكيت فيهم كتير. فبتلاقي أكثرهم مثقفين وبيعرفوا بدينك أكثر منك. ليش؟ لأنه بيكون واحد مثلا درزي، واحد علوي، واحد إلى آخره شيعي موجود بالمدرسة وأقلية، والأكترية شو؟ أهل سنة مثل بسوريا مثلا. فهذا اللي من الأقلية بده يعرف حاله أنه ليش مختلف، ليش مثلا في البعض بيقول له أنت شيعي أنت كذا، يعني بيحسوا بشيء من الاحتقار. وحتى لو ما أشعروا بالاحتقار بشكل صريح، مجرد أنه يحس حاله مثل البطة السوداء أنه ليش أنا مختلف عنهم. فبتلاقيه بيسأل أبوه، فأبوه شو بيجاوبه؟ هو لساته طفل، يعني عمره مثلا 9 سنين، بيجاوبه بيقول له افتح صحيح البخاري، اقرأ شو مكتوب، شوف كيف الأحاديث عم تسب النبي وتحقر من النبي وتلعن النبي بصحيح مسلم مثلا. يعني بخاري ومسلم فيهم طامات، شيء مرعب. فأنت ما بتعرفها، ما بيهمك تقراها. حلف بالله وعلق تحت الفيديو أنك حافظ لكتاب البخاري ومسلم من الجلدة للجلدة، مين حافظهم؟ فأنت إذا ما بتعرف بدينك كتير، هداك مضطر يعرف حتى يعرف حاله ليش مختلف. بيقول يا بابا شوف الأحاديث عندهم، شوف شوف شوف. مشان هيك لحنا مالنا من أهل السنة، لأنه لحنا عنا فكر، عنا احترام لعقلنا، نحترم نبينا إلى آخره. طبعا انت متفاجئ بهالكلام هذا، روح اسمع شو بيحكوا مجالسهم. فلأنك تنتمي للأكثرية فغالبا المتوقع انك تكون ظلمت الأقلية ولازم تعتذر منهم. انت اسأل أهلك شو ساووا أهل السنة من زمان الإقطاعية، لما كانوا العلويات الفقيرات يشتغلوا عندهم بالأرض. اسأل أهلك واسأل جدك وحلفهم بالله، قلن فعلا كانوا يزلوهن بشرفهم وبعرضهم للعلويات؟ مو كل أهل السنة، لكن فئة من الإقطاعيين السنة. اسألهم قلن مزبوط هالحكي؟ إذا هذا العلوي لما بيكون حاقد هو مخطئ، لأنه أنت مالك ذنب، شو دخل جدك فيك أنت؟ إذا العلوي غلطان إذا كان حاقد، لكن أنت كمان بحاجة أنك تعلن تبرؤك قدامه للعلوي وعلى وسائل الإعلام من كل واحد طائفي، من كل واحد عنصري، حتى لو كان جدك، حتى لو كان واحد من عائلتك. هيك ترتاح النفوس، بترجع لهم حقهم. هيك انت بتصير مؤهل اكتر. لو كان في علوي او درزي او اي حدا ظالمك واقوى منك، بتصير انت مؤهل عند الله انه ينصرك عليه. فانت اذا كان عدوك فعلا ظالمك، فانت لازم تعطيه حقه اول، حتى لو أدت الأحداث بعدين أنك تموت في سبيل حقك، تموت وأنت مرتاح، مو تموت وتروح على جهنم كمان. فإذا لازم تعرف أنه أنت مليان أخطاء ومليان جرائم، ودينك هاد اللي فهموك ياه بكتب الفقه هاد ما له علاقة بالقرآن إلا يمكن 5%، مو أكتر. القرآن بوادي، وفقه علماءك التجار اللي بيتاجروا بالدين بوادي تاني تماما. إذا أنت كمثال علاقتك أنت كفلسطيني مع إسرائيل، أنت المفروض إذا بدك تنتصر عليهم تطبق الأمور الصح اللي عندهم وتطورها أكتر منهم.
يعني انت شايفهم عم بيعملوا علوم، تكنولوجيا، تقدم علمي، دراسة اقتصادية الى اخره، شو عم تعمل انت؟ فانت القرآن قديش ذكر لك بني اسرائيل اكثر من الامة المحمدية؟ قديش ذكر موسى اكثر مما ذكر محمد النبي العظيم؟ اكثر منه. بده اياك تفهم شو هي نقاط القوة كانت عند بني اسرائيل، شو نقاط الضعف تبعهم، عشان انت تتقوى وتستفيد وتنتصر على بعضهم اذا كانوا ظالمين. اما في ناس يهود وما لهم ظالمين، ما ظلموك، فليش لا تكرههم؟ احنا عم نحكي على اليهودي الظالم او على الظالم بشكل عام بغض النظر عن ديانته. هاد لحتى ينصرك ربك عليه بدك تكون انت عامل اللي عليك ونضيف 100%. اما اذا واحد مثلا يهودي وما ظلمك، هذا ابن عمك، هذا المفروض انت تفرح فيه. ليش؟ لانه اول شيء ابن عمك بالعرق، انت وياه من العرق السامي، انت وياه لغتكم العربي والعبري، شوف شو قريبة لبعضها، عربي عبري بس تبديل الحرف، فلغتك ولغته قريبة جدا على بعضها، بينما بعيدة كتير عن الياباني، بعيدة كتير عن الإيطالي، فأنتوا الاثنين أولاد عم. فإذا نجح هو مفروض تفرح له، وإذا نجحت أنت يفرح لك. مثلا أنت بترفع راسك اليوم كمؤمن، هذا إذا كنت أنت مؤمن، ما 90% منكم منافقين. لو كنت مؤمن حقيقي انت بترفع راسك بابن عمك اليهودي. ليش؟ لانه اكبر عقل بالتاريخ المعاصر، اكبر عالم وقف بوش الملاحدة كلهم يلي هو يعتبر اذكى منهم كلهم، انتصر عليهم بعقله بايمانه بالله، هو اينشتاين اليهودي. اينشتاين هو شوكة بحل الملاحدة، لانه هو اكبر عالم، يعني كل الملاحدة العلماء ما بيصلوا لعلمه، فهو أكبر عالم ومؤمن والملاحدة تحته، يعني أكبر ضربة عطاهن إياها، فهذا يهودي. فأنت بتفرح، تفرح أنه هذا مؤمن بالله، ابن عمك اليهودي، وين المشكلة؟ غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ويومئذ يفرح المؤمنون. أما إذا كان ظالم فبغض النظر عن ديانته بدك تحاول تاخد حقك منه، لكن بشكل علمي مو بشكل غبي. فأنت ارجع للحلقات عنا بالقناة، ارجع لسلسلة الحضارة الفرعونية، ارجع لحلقات مشابهة وشوف قديش حكينا أدلة كتيرة عن بني إسرائيل، لأن القرآن مهتم فيهم كتير. ما بدك تفهم ليش مهتم؟ إذا الآية بتقلك إنه بناء على العلم تبع بني إسرائيل، لأنه الناس علميين، لأنه بيهتموا بالعلم، فلحنا اخترناهم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. يعني تصور القرآن عم بيقول لك انه بني اسرائيل اكثرهم كانوا مو هالالتزام القوي، مو هالتدين القوي، يعني بعضهم كانوا عظيمين كثير وملتزمين جدا، لكن نسبة كبيرة منهم ما كان فيها هالالتزام بالدين. طيب مع ذلك ليش ربنا انقذهم من فرعون وبعث لهم معجزات وبعث لهم موسى اللي هو اعجب نبي، اعجب رسول، هو رسول من رب العالمين، هو رسول رب العالمين، هو رسول أمين إلى آخره من الصفات، هو الوحيد اللي شق البحر، هو اللي أنقذهم هرب فيهم، هو اللي وقف بوش أكبر طاغية اللي هو فرعون، اللي عنده فرعون من العلوم الشيء الكثير اللي خلاه يسيطر على الأرض بهذاك الوقت، فبعت لهم أخطر رسول والله بنفسه كلمه لموسى. تصور قديش الموضوع فظيع وخطير وصعب جدا انك توقف في وش فرعون. فكان موسى مسلح بكل هالقدرات من الله حتى انقذ بني اسرائيل وعبر فيهم البحر. فتصور ربنا مو راضي عن اكثر بني اسرائيل بهداك الزمان، مو راضي عنهم ومع ذلك انقذهم. ليش؟ عم يفهمك، قال لك على علم، يعني بسبب علمهم، يعني ربنا بده يخلي البشر تتطور وكل واحد عنده علوم يستفيد منها غيره ويطور عليها وتتبادل البشرية العلوم. فلما ربنا بيلاقي أمة مهتمة بالعلوم، بالفيزياء، بالكيمياء، بأي علم كان مهتمة بالعلوم، فبيحميها حتى تضل علوم بالبشرية تتناقل وتتطور. إذا من جهة تانية ربنا شو عم بيقول لك؟ إنه أولاد عمك هدول بني إسرائيل بيهتموا بالعلوم كتير، فأنت يكون مثلهم وأحسن منهم، تسابق معهم بالعلوم. مو هن عم يعملوا تكنولوجيا واقتصاد وعلوم وإلى آخره ويأسسوا ويخططوا لمئة سنة لقدام وأكثر، وأنت ماسك هالشحاطة وماسك هالطنجرة وبدك تقاتل، هذا اللي طلع معك. هلأ أنت
مؤمن وبتمثل القرآن وبتفهم القرآن، ولا أنت كافر منافق وعم تخرب صورة القرآن وتشوهها؟ أنت مفروض تغار من ابن عمك وتتعلم وتقوي نفسك وتطور خبراتك وتشوف اللحظة المناسبة لحتى ربنا ينصرك على من ظلمك. فإذا ربنا ما عطاك فرصة مناسبة لينصرك فبتنتظر سنة وعشرة وعشرين. يعني أعطيك مثال على أحد الأحزاب يعني الذكية نوعا ما، حزب التحرير الفلسطيني، مو منظمة التحرير الفلسطينية، لا، حزب التحرير يلي ينسب للنبهاني، تقي الدين نبهاني على ما أذكر. فهذا الحزب ما بيورط الشعب بأي قتال، صار له يمكن ما بعرف قديش 50 سنة، يعني من زمان، ونفس السياسة بتبعه، بيروح على مثلا ضباط بالجيش بده يعمل انقلاب، بيقنعهم بالدين، بيقنعهم بالإسلام، بيلتزموا إلى آخره مشان يعملوا انقلاب ويستلم هو السلطة، ما بيخلي الشعب يفوت أصلا بالموضوع. يعني بأحد الدول يقال أنه حوالي 200 ضابط كانوا مع حزب التحرير وكانوا رح يعملوا انقلاب لكن الدولة قدرت عليهم. طيب خسروا، ما قدروا إذا يعملوا انقلاب. طيب شو بيساووا؟ بيرجعوا بيبنوا من الصفر، بيرجعوا بيبنوا لحتى يروحوا على الضباط بالذات، فما بيغيروا طريقتهم لأنه هن باعتقادهم أنه هاي عبادوها من أسلوب النبي لما كان يروح مثلا يطلب القوة أو يقنع زعماء العشائر بأنه يحموا الإسلام، فما كان يورط المسلمين لما كانوا ضعفاء، ما كان يورطهم بمواجهات. فهو حسب ما بيقول التاريخ 13 سنة النبي مع الصحابة وهن يضطهدون، وبلال مثلا وأمثاله يعذبون، وما حدا قال أنا بدي روح أفجر حالي وأنقذ بلال، بدي أقتلهم ويقتلوني حتى لو أنا متت ما عندي مشكلة. ما في هيك شيء، مع أنه نبي قاعد بيناتهم لأنه في قوانين كونية، الشغلة مو بالعنترية. إذا كان النبي معهم 13 سنة ما بيقدروا يعملوا شيء، كيف هلا اليوم لا في بيناتنا نبي ونحن بدنا لطف الله يتلطف فينا؟ يمكن إذا ضلينا 130 سنة طبيعي. فأنا بحترم بحزب التحرير هالنقطة هاي، إنه ما بيورط الشعب وعنده سياسة ما بيغيرها، ما بيقول والله فشلت خليني اخترع قصة تانية، لا، مآمن بشي وماشي عليه، فما بيورط الشعب معه. فأنا بحترمه بهالنقطة رغم إني لا بآمن بحزب التحرير ولا بأي حزب بالعالم، ما بحب الأحزاب كلياتها، لكن الحق يقال إنه في تخلف عن تخلف بيفرق، في واحد متخلف لكن في نقاط مضيئة بفكره، بينما في واحد متخلف والدنيا كلها عم تضحك عليه وعاملينه مسخرة ولسه مصدق حاله ولسه مصر على موقفه. بعدين ليش ما يكونوا أهل غزة صريحين واقعيين ومنطقيين؟ يعني ليش المشاكل بتصير بس بغزة والضفة وأكتر شيء بغزة؟ ليش ما بنسمع مشاكل أبداً من فلسطينيين اللي عايشين ضمن إسرائيل اللي هن عددهم أكبر بكتير؟ ليش هدنك ساكتين؟ بكل بساطة واضح جدا هدنك عندهم حياة كريمة، عم ياخدوا رواتب، شغلهم ولا أحلى من هيك، الناحية الصحية، المشافي كله بالقمة، يعني هن بإسرائيل بيشوفوا حالهم على أوروبا بكتر الرفاهية اللي عندهم، فهدول ليش بدهم يعملوا حرب ضد إسرائيل؟ يعني موضوع غزة هو موضوع مشاكل مالية، مو قصة دينية، يعني هي مشاكل مالية وممكن يكونوا فعلا مظلومين فيها، لكن قولوا الحقيقة، قول لحنا ليش يا إسرائيل مثلا أنت حاصرتينا بهالمكان الصغير هذا بجزء من غزة، وأهلنا فلسطينية قاعدين بحضنك بإسرائيل ومتنعمين ومترفهين ولحنا محاصرين، ليش؟ فأنت احكي مع اللي ظلمك ووضح له النقطة، وبالعكس طالبوا بالانضمام، يعني ورجوا الرأي العام الدولي انه انتو ناس لا بتحبوا العنف ولا السلاح، كل ما هنالك انه اسرائيل ظلمتكم لانه عم تعاملكم معاملة اقتصادية تختلف عن معاملة فلسطينيين اللي بداخلها. فانت قلن يعني اجت اسرائيل وسيطرت على مناطق من فلسطين، يا ضمنا قلنا معهم وتعيشنا نفس الحياة الكريمة، يا اما تتركنا كلياتنا. فاحكي هيك كلام منطقي جدا بدل على رقي لأنك ما عم تستعمل سلاح، وشوف وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم كيف تتعاطف معك، ساعتها احتمال كبير أنه إسرائيل تضمك إلها. أما إذا كانت إسرائيل مثلا هي قصدا وعمدا حاططك أنت شماعة وعدو وهمي خارجي مشان تخلي اليهود داخل إسرائيل توحدوا ضد هالعدو الوهمي الخارجي، فعاملتك أنت يعني مثل قط من خشب، فهي اللي صنعتك وهي اللي بدياك تكون عدوها، أنا ما بعرف، لكن إذا كان هيك نيتها فرح تتوضح كمان لما حتكون أنت إنسان
مدني بدك حقوقك وما بدك تعمل أي عنف، مع الوقت رح يصير ضغط على إسرائيل أنه أختي تضمي هالمنطقة لك. معناتها مدام أنت نجحتي بإدارة المنطقة تبعك، طب هدول شو ذنبهم؟ رجعيهم لبيوتهم أو ضميهم إليك. على كل أحوال هدول ناس مسالمين، فحيصير ضغط عليها. أما أنت تضوي على الرأي العام، ساعة يشوفوك عم تعمل شغلات غبية، ساعة يشوفوك عم تعمل ضرب، ساعة بيشوفوك أنت عم تقتل بناتك وتقتل مرتك وتقتل وتأجرم، ساعة يحسوك أنه أنت مخك مغلق، يعني عم تخوف العالم منك. فأنت إذا ارجع لكتاب ربك وشوف كيف كتاب ربك بيصنع منك أحلى شخصية مدنية علمية. أنا العبد الفقير تفوقت على علوم إسرائيل وعلوم أوروبا وبشو بنظام التغذية اللي اكتشفناه في القرآن الكريم، بأمور كتيرة ما في مجال لعدها حاليا. رجع للقناة ورجع للفيديوهات للكتب. فأنا عم بحكي لك عن خيال، مثل ما أنا العبد الفقير لله الضعيف أنا وأمثالي أنا وكم واحد من طلابي قدر كل واحد يعمل إنجازات، فأنت فيك تعمل، بس التجئ للقرآن الكريم فعلا. إذا كخلاصة، المؤمن اليوم مفروض يتدبر القرآن، يدرسه، يعمل من نفسه شخصية راقية، يطور نفسه علميا بالاختراعات بالكفاءات، يدرس اقتصاد، يدرس علوم إلى آخره، يعمل قوة لحتى يوم الأيام ينافس فيها أعداؤه. أعداؤه نفسهم احتمال لما يشوفوا بهالرقي يقولوا له يا أخي إلغي العداوة بيناتنا، لحنا منعتذر منك وهي تعويض كمان، وخلينا إيد واحدة. يعني يمكن حتى عدوك بس تصير أنت راقي كتير يصير هو مو عدوك أصلا ويعطيك حقك لوحده، وإذا ما عطاك حقك بيكون عندك أنت الإمكانيات لحتى تدافع عن نفسك. إذا المؤمن اليوم عليه أنه يدرس دينه صح من القرآن الكريم ويطبقه على نفسه ويخلص لله، ما يهمه كلام الناس، ويقول كلمة الحق حتى لو خسر أهله والدنيا كلها. هذا المؤمن، وينشر الوعي بين الناس لحتى يصير في قاعدة شعبية تحمل الفكر الإيماني الصحيح حتى يكونوا مؤهلين للنصر. واتركوا موضوع المظاهرات وموضوع الكلام الفاضي والعنتريات، خليك إنسان علمي واهتم بالأمور يلي فعلا تنصرك يوم من الأيام. وهيك بكون فهمتكم ليش أنا وأمثالي ما منشارك بهالتظاهرات، ما منشارك بهالفعاليات، مع أنه بتعملنا مشاهدات كتير وبتجيب لنا مصاري لو بدنا، ما منشارك لأنه إحنا ما بدنا نتاجر بهالناس هدول المساكين يلي عم يموتوا نتيجة التهور، نتيجة تهور بعضهم فبيأذوا البقية. إحنا بدنا نبني بشكل علمي، بشكل ربنا يرضى عنا، ولحتى تفهموا أكثر شو عم نحكي، لأنه ما فينا نحكي كل شيء في فيديو واحد، وغالبا ما رح يكون في فيديوهات مستقبلية عن هالموضوع. لذلك بده يفهم هالموضوع أكثر بده يرجع لحلقات القناة يلي فيها آلاف الآيات يلي بتفصل نقاط كتير وتخلي الواحد يعرف بالضبط البوصلة تبعه وين بده يمشي لحتى يرضي ربه. وبرجع بأكد أنه ما بيجوز التعميم، أهل غزة فيهم ناس شرفاء وإن كانوا قلائل، بكل بلد في العالم في ناس شرفاء وإن كانوا قلائل. فنحن ما عم نعمم على حدا، لكن بتمنى أنه يصير عنا وعي، وربنا يتقبلنا كلياتنا ويغفرنا كلياتنا، والحمد لله رب العالمين.